Excellencies. أصحاب المعالي والسعادة، أيها المشاركين الأعزاء المحترمين، أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم. أنا اسمي دورين ماكدن بارتن، وأنا مديرة مكتب تطوير الاتصالات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات. أود أن أرحب بكم هنا في عصر هذا اليوم لهذه الجلسة الرئيسية في إطار المنتدى، حيث سننظر في إمكانية تحقيق الأهداف للتنمية المستدامة في العصر الرقمي. نصف العالم أصبح الآن متصلاً بشبكة الإنترنت، وهذا خبر رائع، الأقل بالنسبة لهؤلاء بيننا الذين يستطيعون استخدام هذا الاتصال. ولكن ما بالنسبة للباقي، أي بالنسبة إلى 3.7 مليار شخص الذين ما زالوا مقطوعين تمام الانقطاع عن العالم الذي نعتبر نحن هنا أنها شيء بديهي، فلا أحد منا يستطيع أن يتخيل أن نعيش دون الإنترنت. والآن كل شخص بين كل شخصين في العالم يجب أن يتحمل ذلك، حيث الإنترنت بيئة غنيئة ونستخدمه من أجل أشياء بسيطة، من أجل التأكد من الحالة الجوية، ومن أجل الشراء، ومن أجل اللعب الألعاب، ومن أجل أن نسجل ونحجز الرحلات على الطيران. ولكن علينا أن نذكر أنفسنا، نحن الذين نتمتع بهذه الامتيازات، أن الإنترنت يمكن أن يكون قوة تحولية بالنسبة لمن ليس لديهم إمكانية الولوج إلى الأخبار لفوكس ونيوز والجرائد، ليس لديهم الولوج للخبراء الزراعيين، من يبحث عن العمل ومن يبحث عن الأسواق من أجل توزيع منتجاتهم ومن أجل الحصول على الخدمات المالية. الإنترنت غير عالمنا، ولكن هذا التحول وهذه الكدرة التحولية ستتضاعف آلاف المرات بين أيدي أشخاص منعوا منذ أجيال بسبب نقص الولوج إلى سلطة المعرفة. أيها السيدات والسادة، المجتمع الدولي عليها واجب أخلاقي بأن يضمن أن جميع الأشخاص يتمتعون بنفس الفرص للولوج إلى المعلومات. اليوم لا يجب أن نتخلى أحدا ما فيما يخص إمكانيات الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الأمين العام أكد على ذلك من خلال اللجنة الرفيع المستوى التي أسسها حول التعاون الرقمي، وهنا الكلمة المفتاحية هو التعاون. عندما قمنا بتشبيك من بين 50 دولة من العالم، ولكن كان من خلال التعاون والتنسيق، ولكن بالنسبة للتشبيك للنصف الآخر أيضا سيكون عن طريق التعاون والتشبيك، وأيضا سيكون عن طريق التفكير في طرق جديدة كي نأتي بالتشبيك المعنوي، التواصلية المعنوية المعقولة لمن غير متصل حتى الآن. والخدمات قد تعني لهم شيئاً آخر كما تعني بالنسبة لنا. أيها السيدات والسادة، في عصر هذا اليوم لدينا عدد كبير من المشاركين المتحمسين والخبراء ورفيعي المستوى. سنركز خلال الساعتين القادمتين على 3 مجالات رئيسية: الأشخاص والكوكب والرفاهية. كيف العالم الرقمي يمكن أن يدفع أهداف التنمية المستدامة إلى الأمام في كل هذه المجالات 3؟ وبالنسبة لكل هذه المجالات سأدعو 2 من المشاركين على المسار على الإبداء بملاحظاتهم، ومن ثم أترك المجال الآخر للتعليق، ومن ثم نفتح المجال للجمهور الموجود هنا بشكل جسدي في القاعة معنا للمشاركة، وأيضا دعوة مفتوحة لمن يحضر عن بعد. ولكن قبل أن أعطي الكلمة للمشاركين، بيننا متحدث متميز، حيث أود أن أدعو السيد النائب العامين العام يان مينيو، وهو النائب العامين العام مسؤول عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، كي يفتتح الجلسة بالكلمة التمهيدية. تفضل السيد النائب العامين العام، الكلمة لك.
شكرا جزيلا للدورين على إدارة هذه المنصة، وشكرا كذلك على الدعوة بأن أبدي بعض الملاحظات تجاه الجمهور. أيها المشاركين، أيها الضيوف الكرام، أيها السيدات والسادة، إن لمن دواعي السرور الكبيرة أن أتحدث بعد شيء عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عالم الرقمنة وعصر الرقمنة. أجندة عام 2030 هي نموذجنا، وهذا يبقى إلزاما على أقاليم العالم. كانت لدينا الإمكانية بأن ننظر فيما تم إنجازه، وأيضا أن ننظر فيما زال متبقيا أمامنا في بين هذه الأهداف. الكثير من الدول شاركت مشاركة فعالة في تحقيق وتطبيق هذه الأهداف، ونرى هناك نتائج فيما يخص التقليل من الفقر والحد من الفقر، وأيضا فيما يخص الرعاية وتعليم، رعاية صحية وتعليم. ولكن الشيء المتفق عليه أيضا هو أن الإجابة الدولية لم تحقق بعد ما يكفي فيما يخص التغير المناخ، وهناك فجوة اجتماعية كبرى. التكنولوجيات والإنترنت قد غيرت من طريقة مشاترتنا للمعلومات، وقمنا بإحداث ثورة و الدفع إلى الأمام بعجلة التنمية. لا شك أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يمكن أن يساعدنا في سبيل تحقيق الأهداف وتحسين حياة الجميع. علينا أن نستمر ونواصل ونظهر كيف نستطيع أن نسهم إسهاما جيدا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهنا المنتدى لإدارة الإنترنت منصة هامة في هذا الصدد، وهناك محافل أخرى أيضا، مثلا المنصة الخاصة بالإيسس والقمة العالمية للمعلوماتية. وهذا المنتدى يلعب دورا فريدا، وهذه المنتديات تكامل بعضها البعض. وفي كل هذه المنتديات قد سمعنا أن الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكامل بعضها البعض وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا صحيح، ولكن هذه الدوافع أيضا تشكل الكثير من التحديات وتنشئ التحديات الجديدة. من ضمن المواضيع الملحة والتحديات الملحة للإنترنت، هناك الفجوة الرقمية، بناء القدرات، الأمن الإلكتروني وحماية خصوصية المستخدمين، حقوق الإنسان التي يجب حمايتها في الإنترنت، حيث أن هناك أيضا مخاطر غير متوقعة لا يمكن أن نتنبأ بها، وبدأنا بالطبع أن نلاحظها، وهي تؤثر أيضا على عمل العمل وعلى سلامة وأمن ورفاهية الناس في عالم رقما. كيف نتجاوز ونتغلب على هذه المخاطر والتحديات؟ كيف نضمن أننا لا نتخلى عن أي بلد ولا أي شخص؟ القوة الإيجابية للإنترنت ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يمكن أن نستفيد منها إلا إذا كانت هناك ثقة بين الناس في استقرار وأمن وسلامة الإنترنت. ومن الحامل للغاية أيضا أننا نركز خاصة كأولوية على التكنولوجيات الضرورية من أجل دفع التنمية المستدامة إلى الأمام. هناك توصيات صادرة عن اللجنة الرفيعة المستوى الخاصة بالأمين العام، مما يعني أننا علينا أن نستمر في التعاون كي نستغل كل القدرات الكامنة في التكنولوجيات الحديثة. أيها السيدات والسادة المشاركين، المنتدى لإدارة الإنترنت يجب أن يجمع بين كافة الناس مهما كان أصلهم من حيث مجموعة الاهتمام أو المصالح، وبغض النظر عن الخلفية. وعلينا أن نتفق على النقط حيث نشارك فيها، وفي مجال
نقط الاختلاف علينا أن نستمر في العمل عليها. المنتدى يود أن يكون ويستمر في أن يكون منصة حامة لمناقشة هذه المواضيع. هنا في برلين نلاحظ أننا ما زلنا نحتاج إلى الالتزام القوي من المستوى الرفيع السياسي وأيضا من المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء. أتيتم إلى هنا لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الموجودة في مجال الإنترنت والتكنولوجيات، حيث أننا علينا أن نحافظ على هذا الالتزام في النشاطات والمناسبات القادمة للمنتدى. هناك شبكة مكونة من ما يزيد عن 100 دولة وأيضا مبادرات إقليمية ووطنية للمنتدى المسمى بالMRI، وخلال السنتين أو 3 سنوات الماضية تم التوسع فيها. منهجية تعدد الأطراف لأصحاب شأن على الصعيد المحلي لا مفر منه. لو وددنا أن نفهم ما هي المواضيع المطروحة وما هي الموارد الموجودة في جماعات مختلفة، علينا أن نضمن أن تكون هناك منهجية موحدة في سبيل إيجاد الحلول. لذا نحن محظوظين بأن نتمتع بهذه العمليات المفتوحة على الصعيد الوطني والإقليمي، ونحن أكثر محظوظين بأنكم شركاؤنا، بأنكم تحملون رؤيانا إلى الأمام من أجل إنترنت آمن والسلام ومفتوح للجميع. نحن علينا أن نكثف هذه الشراكة وأن نتابع السير نحو تحقيق هذه الفرص. وأيضا علينا أن نراعي أن التنمية المستدامة حدث عام دولي فيما يخص الأهداف أيضا، وهذا ينطوي أيضا على منتدى إدارة الإنترنت. التحديات الحالية أي تغير المناخ وزيادة في عدم التساوي الفرص وتحول التكنولوجيا المتسارع، كلها تتطلب منا الجهود المشتركة المعززة على الصعيد الدولي. كما سمعنا مرارا أن الإنترنت والتكنولوجيات الحديثة لا مفر منها من أجل تحقيق هذه الأهداف، ولكن ما زالت هناك الكثير من التحديات. لذا علينا أن نجتمع كي نواجه ونتعامل مع هموم الجميع. هكذا نستطيع أن نمضي قدما في تطوير هذه التكنولوجيات، ونستطيع أن نستخدمها من أجل لمصلحة خير الإنسانية. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء، وأتمنى لكم نقاشا مثمرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا السيد نائب الأمين العام، شكرا على مشاركتنا هذه الرؤية، وأنك وفرت لنا نوعا ما القاعدة الأساسية للنقاش. قد ذكرت بعض الفرص وبعض التحديات وبالطبع بعض المخاطر أيضا. كما سبق وذكرت أن التنمية المستدامة حقا هدف دولي، شأن دولي يعنينا جميعنا. لذا أود أن أشكرك والفريق العامل معك على جمعنا هنا حول المنتدى، وأنك أنكم تدفعون بمنهجية متعدد الأطراف إلى الأمام. أيها السيدات والسادة، بنا ننتقل الآن إلى النقاش هنا على المنصة. إذا ستكون أمامنا 3 أجزاء. أجندة عام 2030 هي خطة عمل من أجل الإنسان ومن أجل البشرية ومن أجل الكوكب، ولذا أيضا من أجل الرفاهية. ونبدأ بالإنسان. كما تعلمون أن أهداف التنمية المستدامة تنص على أن العالم والفقر في العالم يريد أن ينهي ويحد من الفقر والجوع، يعني في جميع الأشكال، ويريد أن يضمن أن جميع الأشخاص يستطيعوا أن يحققوا قدراتهم، وذلك بشكل محترم وفي بيئة آمنة وصحية. وهذا أهم للغاية من أجل
الماضي قدما بالنسبة لمجتمع مصطدام. كما قال السيد نائب العميل العام، قال في الجزء الأول سنتعلق ونتطرق إلى الهدف الأول، أي الرفاهية والتساوي الفرص ما بين النساء والرجال، يعني رغم ما تعرفون كل هذه الأهداف، يعني رقم 11 البلديات المستدامة وال16 الشفافية. المشارك الأول والمشاركة الأولى ألكسندريا وولدن هي تعمل في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهي مسؤولة عن ذلك لدى شركة جوجل ألكسندريا. لغوما تستطيعين أن تذكري لنا بعض التحديات، خاصة في السياق متصل بالتطور التكنولوجي السريع، يعني في جميع القطاعات الاقتصادية، ولكن أيضا بالنسبة للفئات المهمشة، وكيف نستطيع أن ننتشلها من التحميش. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لإطاحة لي هذه الفرصة لمشاركة نيابة عن شركة جوجل، يعني أن شركة من العالة إلى مستوى القائد، جميعا نفكر في كيفية جعل منتجاتنا شيء معقول ومفيد للجميع كي نصبح للجميع بالاتصال بالإنترنت. وهنا أفكر للطو بدورنا في التحقيق والتطبيق حقوق الإنسان في العالم، من ضمنها حرية التعبير، الخصوصية، الحرية من أي تمييز، وكيف نستطيع أن نحقق أيضا تقدما فيما يخص الرعاية الصحية وفي مكافحة الفقر، أي المواضيع المعالجة في الجلسات الأخرى. عندما أفكر في حقوق الإنسان أفكر في كيفية مسؤولية الشركات في النهوض بحقوق الإنسان وباحترام الأطر والقواعد الموجودة في هذا المجال، وكيف يتماشى ذلك مع هذه الأهداف. كما قال آخرون، التكنولوجيات الرقمية والإنترنت لقد سمحت لنا كبشرية بأن نحرص تقدما هاما في عدد من المجالات، ولكن بالنسبة لنا من الهام أيضا أن نفهم كيف نضمن أن نستخلص العبر من الأشياء التي حصلت في الماضي كي نطبقها أيضا في المستقبل، كي نضمن أن الجميع بالفعل لهم إمكانية الولوج للإنترنت. ولكن هنا أود أن أركز خاصة عندما أعالج هذه التحديات، يعني حماية الخصوصية إلى آخره. هنا علينا أن نضمن أن الشركات والقطاع الخاص عموما يلتزم بالمبادئ الأساسية الأممية للشركات وحقوق الإنسان، وهذا أيضا يرتبط بكيفية التفكير في داخل الشركات عن حقوق الإنسان والبيئة. يعني نفكر أيضا في كيفية استخدام الأشخاص لمنتجاتنا، وكيف نستطيع أن نطبق ذلك، أي هذه المبادئ تساعدنا على أن ننظر في المنتجات الفردية وننظر في كيفية استخدامها في العالم، وننظر في كيفية منع وقوع أو إلحاق الضرر، وننظر إلى فوائد هذه المنتجات. هذه النقطة أود أن أبرزها مرة أخرى، أي أننا علينا أن نضمن ما هي الأطر الموضوعة أصلاً. لو وددنا أن نكرس أنفسنا للتحديات الماضي، لا يجب أن نضيع الأشياء الإيجابية مع الأشياء الإيجابية، فمن خلال منهجية تعدد الأطراف ما تعلمنه أن الشركات والقطاع المجتمع المدني لا يستطيع أن يحقق ذلك لوحدها، علينا أن نتحاور وننظر في الإيجابيات والسلبيات، ولو فعلنا ذلك نستطيع أن نرى ما تستطيع أن تحققه التكنولوجيا. إذن أود أن أؤكد على ذلك مرة أخرى، هذه الطريقة للاستفادة من التكنولوجيا. شكرا جزيلا على ذلك.
والآن يتحدث سعادة نائب وزير المعلومات والتكنولوجيات الحديثة بن باراغواي إيكوال مارتين. كان عندي الفرصة لزيارة بلادكم الجميلة قبل أسابيع قليلة، وزرت عددا من المدارس هناك خارج العاصمة أسونسيون. سيد نائب الوزير، ربما يمكن تشارك خبراتكم، أنتم من بلد غير مطلع على البحر، وربما يمكن تصفون أيضا السياق لعملكم وكيف عملتم على دفع الرقمنة إلى الأمام. شكرا جزيلا. أولا أود القول بأننا سعداء جدا بالدعوة، أننا نستطيع أن نمثل بلادنا هنا، وهذا أول مرة أننا أوفدنا وفدا كبيرا 10 أشخاص إلى IGF، يعني ممثلي الحكومة، ممثلي المجلس النواب، وأيضا ممثلي للمجتمع المدني. إذن هذا جيد جدا. وفيما يتعلق بالإنترنت الضروري لجميع الناس في العالم، نرى تحديا كبيرا لنا هنا، لأن ليست عندنا ميناء بحري، والأمر الذي يعني أنه ليست عندنا الإمكانية للاتصال بالكوابل على قاع البحر، إذن مضطرين للتحدث مع بلدان الجوار، البرازيل وأرجنتين مثلا، ونريد أسعار أحسن للاتصال بالإنترنت. وعندما زرتمنا تحدثنا عن ذلك أيضا، والآن نوجد الحلول طبعا باستخدام القنوات الدبلوماسية. ولكن هذا قد يكون أيضا أفضلية للغير، يعني أنهم ربما لا يعرضون شيئا مفيدا لنا، ومن الصعب مثلا وضع الكوابل من الألياف الزجاجية، أو يعني إيجاد الحلول المناسبة المثالية. ومثل ما قلت عندنا هذا الأجندة الرقمنة، وهذا مشروع من خلاله نريد التعامل مع مسائل البنية التحتية للإنترنت. أنا كنت أشارك في أحداث وفعاليات مشابهة جدا هنا، وكنت أيضا مشارك في تأسيس مشروع، ورأيت أنه لا يكفي تزويد الأطفال بالكمبيوتر. ومثلا كنت أيضا متطوعا في رواندا في إفريقيا، كنت أدير مشروعا لزيادة مستوى تعليمي للأطفال، ورأينا هناك أيضا أن مجرد بناء البنية التحتية لا يكفي. ولا أريد أن أفكر بهذه الطريقة، أعتقد الإنترنت بذاته هذا حل جيد، بشرط أن تتاح الفرصة لجميع الناس للاتصال بالإنترنت، وهذا يسري أيضا على البلدان التي تعمل على تعزيز الديمقراطية، لأن هذا موضوع مهم جدا لها. شكرا جزيلا. والآن أود أتوجه إلى غير من المشاركين في الحوار، هل عندكم تعقيبات على ما قال ميغيل ويولندا؟ وثم أفتح المجال للأسئلة من الجمهور. ميليسا في البداية. أعتقد هناك أمر مهم جدا، يعني بناء البنى التحتية ليس هو أهم شيء أو الوحيد. أعتقد القدرة في على الرقمنة والقدرة والمهارة بالتعامل مع الإنترنت هذا مهم جدا، يعني يكون عندهم أيضا الإمكانية لاستخدام الإنترنت بشكل سليم. هذا مهم جدا عندما نتحدث عن الاتصال بالإنترنت وضمان الموصولية. أود أن أعلق على ما قال نائب الوزير، عندما نتحدث عن
منفذ للضعفاء. في عام 2017 شركة جوجل قامت ببناء شيء في نيجيريا. ما كان هناك المنفذ للإنترنت وما كان هناك عنوان ISP. إذن من لم يملك عنوان ISP لم يتمكن من الولوج للإنترنت. يعني كان يمكن الولوج إليه بالأحرى. كان من الممكن بفضل جوجل كان يمكن الدخول للإنترنت أيضا بدون البروفايدر من ISP. يعني بدون أن يكون هناك واحد يوفر إمكانية الدخول للإنترنت. وربما تستطيع شركة جوجل تعميم ذلك على بلدان أخرى. في نيجيريا طبعا نحن بلد مطلع على البحر، وإذا هذا ليست مشكلة كبيرة لنا. ولقد تحدثت عن الكوابل وكوابل الألياف الزجاجية، وأعتقد التكنولوجيا يمكن أن تتحسن أيضا لإعطاء الفرصة للاتصال بالإنترنت للفئات الضعيفة. أعتقد كان يدعى لي أنني أقدم جميعكم. ميليسا ساسي هي رئيسة الـ IEEE والقدرات الرقمية، وهي مسؤولة عن برنامج الشركات الجديدة، وبابلو أولوميدي هو المدير المنفذ لشركته العاملة على حماية حقوق الإنسان وحماية الحياة الشخصية، البيانات الشخصية. ولويس نيرفيس هو مدير تنفيذي لشركته، تعمل في مجال الاستدامة. ونحن سعداء جدا بأنكم هنا. وجيزا فواتيل بورسل كانت سابقا تعمل في منظمتنا ITU، والآن هي الأمين العام لمنظمة أخرى، وسابقا كانت هي أيضا مسؤولة في وزارة الاتصالات في ساموا. لويس، هل تريد أن تعلق على ما قيل هناك في هذه المناقشة؟ نعم، أود أن أتحدث عن بعض المواضيع. نظرا لتقرير صدر لدينا مؤخرا حول الرقميات منذ 6 أشهر تقريبا، أو اشتغلنا على التقرير لمدة 6 أشهر وتعاوننا مع 130 شخص حول العالم من أجل التأكد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأود أن ألتقط بعض النقاط من هذا التقرير حول حقوق الإنسان بالخصوصية والأمن. ومن أهم النقاط في هذا التقرير هو العلاقة بين حقوق الإنسان والخصوصية والسلامة. فعندما ننظر إلى ما هنالك من تطورات، نلاحظ أن بعض الأشياء يتم سوء استخدامها لمصلحة أقلية. التكنولوجيات ممتازة وتستطيع أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية بنسبة 20%، ولكن يجب أن نرى أيضا عندما نريد أن نضمن أن يكون هناك ثقة في التكنولوجيا، فعلينا أن نضع المسؤولية على الشركات ونحاسبها فيما يخص طريقة تقديمها للتكنولوجيات. النقطة الثانية التي أود أن أتحدث عنها في سياق أهداف التنمية المستدامة، ما هو حاسم في تحقيق الأهداف هو ربط الناس بالإنترنت أصلا. وإن كان نصف سكان العالم
لا يتوفر لديهم إنترنت، فالسؤال هو كيف نستطيع أن نغير ذلك؟ فهذا يتطلب ربما أن نعود إلى خطة من الماضي. وهي توفر الإنترنت عالمياً، وكان ذلك مسؤولية الحكومات سابقاً. يعني نتحدث عن التكنولوجيات القديمة، فكان لابد أن تقوم بذلك الحكومات، ولكن الآن هناك الكثير من الشركات الخاصة التي تعمل في هذا المجال، وهذا جيد، ولكن علينا أن نضمن بأن 3.6 مليار من البشر يتوفر لديهم الإنترنت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بكل تأكيد، وشكرا لك على الإشارة إلى ذلك، في عام أو في الثمانينات كان هناك تقرير سير دونالد ميلن، حيث تم قياس المسافة بين المنازل والهواتف العمومية، وكانت وحدة القياس كيلومترات. أما الآن فنتحدث عن شيء مختلف، والأمين العام للأمم المتحدة في الأمس عندما افتتح المنتدى فهو تحدث عن الأولوية المشتركة لتوفير الإنترنت للجميع إلى عام 2030. إذن هي مسؤولية عامة وخاصة في نفس الوقت. ليزا، أين أنت من ذلك؟ عفوا جيزا، شكرا جزيلا على الدعوة. عندما نسمع ذلك فنتذكر بأن هناك تحديات مشتركة عالمية تتطلب حلولا عالمية، كيف نصل إليها؟ عن طريق التعاون والتنسيق. ممتاز. والآن أفتح النقاش للجمهور، وأدعوكم أن تخصصوا أسئلتكم لما قيل هنا. هل هناك أسئلة؟ لدينا ميكروفونات في الصالة، فإن كان لديكم تعقيب أو سؤال فتفضلوا اقتربوا من أحد الميكروفونات. مع تعريف النفس في البداية، يبدو أن هناك طلب للكلام. تفضلي. اسمي ميلين فانغ، أنا أمثل People Centered Internet، أنا من مؤسسي هذه المنظمة، وأشكركم على مداخلاتكم. أعتقد أن هذه المداخلات كانت مهمة. يجب أن نتعلم أن نتعاون، ونحن نسمع ذلك في كل جلسة. نعم، علينا أن نتعاون، ولكن علينا أن نفعل ذلك فعليا وأن نتدرب على ذلك. نحن لازلنا في بداية رحلة طويلة جدا، وعلينا أن نتدرب على آلاتنا كأننا أوركسترا كبيرة. وحاليا أنا لا أرى أن لدينا الآلات المناسبة من أجل ردم الفجوة. شكرا جزيلا ميلين. نستطيع أن نتحدث عن التعاون، ولكن يجب أن ننفذ ذلك أيضا. شكرا على هذا التعليق. هناك طلب آخر للكلام. من أنت؟ شكرا جزيلا. اسمي فرناندو، أنا باحث من البرازيل، ولدي سؤال وتعليق. أنا أسأل نفسي كيف يمكن تحقيق حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في الشركات؟
لأنه حاليا نحن نتعامل مع فضيحة كبرى. هناك جمع هائل للبيانات، هناك فضيحة كامبريدج أناليتيكا، ولم يكن هناك عواقب على هذه الفضائح فعليا رغم انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع. وعندما نرى أن هناك شركات تنتهك حقوق الإنسان فعليا، وإن كان هناك تقارير من المنظمات غير الحكومية مثلا في العمل في المناجم، فإذا كانت هذه التقارير تنشر في الإنترنت فلا أحد يرد على ذلك. أود أن أفهم كيف يمكن محاسبة هذه الشركات المسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان وإعاقة التقدم فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، السلام والتقدم والعدالة، هذه أهداف أساسية جدا. شكرا جزيلا لويس، هل تود أن تجيب على ذلك؟ وبعد ذلك ألكسندرا. من ناحيتي أود أن أعقب على الموضوع أيضا، وتحدثت عن ذلك سابقا، يجب أن نضمن أن يكون هناك مسؤولية وثقة، وبالتالي تتحمل الشركات مسؤولية بناء الثقة مع الناس. في المبادرة من أجل تطبيق أهداف التنمية درسنا هذه المواضيع، لدينا تقرير حديث Enabling Rights، وفيه ننظر إلى التكنولوجيات وكيفية استخدامها من أجل حل بعض القضايا. قبل فترة وجيزة كنا في نيويورك مع أوكسفام وأمنستي إنترناشنال وهيومن رايتس واتش وغيرهم من أجل التوجه إلى الشركات. هناك مبادرات أخرى وهناك احتياجات أخرى على الصعيد السياسي، أيضا على السياسيين أن يتعاملوا مع هذه القضايا، وأيضا اتحادات الشركات بالتعاون مع المجتمع المدني. هناك منصة Network for Human Rights، و هي تحدد التحديات العائقة أمام حقوق الإنسان. شكرا لويس. قبل أن أعطي الكلمة لألكسندريا، فأود أن أشير إلى أن هناك سؤال من خارج الصالة أيضا ورد أونلاين. ما هو السؤال؟ أو ربما نستمع إلى الشخص نفسه. حبذا لتعرف عن نفسك وتطرح سؤالك. إن لم تتخلى عنا التكنولوجيا، للأسف لا نستطيع أن نسمعك. هل يمكن قراءة السؤال؟ نطلب منه أن يكتب سؤاله، ربما سوف نعود إلى بنجامين فيما بعد. ألكسندريا تفضلي. أود أن أحدد بعض الأمثلة المتعلقة بطريقة تعاوننا وأيضا إمكانية تحقيق مبدأ المحاسبة. أولا، يجب أن يعي الجميع ب Global Network Initiative، فهي مبادرة من الشركات والمستثمرين المسؤولين اجتماعيا ومن المجتمع المدني من أجل الالتزام بحقوق الإنسان لدى أنشطة الشركات. وهناك آلية للمحاسبة، هذا مثال
على ما قمنا به في عالم الشركات منذ 10 سنوات من أجل أن تتعلم الشركات التعامل مع هذه التحديات وكيف ينعكس ذلك على المنتجات وعلى صعيد السياسة. وأود أن أشير دائما إلى خطوط الإرشاد العامة للأمم المتحدة، فعلى الحكومات أن تخلق إطارا تتصرف فيه الشركات بشكل أخلاقي وتلتزم بحقوق الإنسان، وبالتالي هناك التأكد من التزام الشركات بحقوق الإنسان وفقا لمعايير معينة، وهذا مهم عندما تطرح منتجات جديدة في الأسواق. والحكومات أيضا عليها أن تتأكد من التزام الشركات بهذه المعايير، يعني هناك مراقبة متبادلة. شكرا. ميغيل، ماذا لديك؟ أظن بأن أسئلتكم وتعقيباتكم تعود إلى ما تحدثنا عنه في الأمس. حقوق الإنسان كمسؤولية مشتركة، هناك جامعو البيانات ومستخدمو البيانات، وكلنا علينا مسؤوليات ولدينا قوانين. وبالطبع القانون الأوروبي لحماية البيانات يحدد المسؤوليات، وهناك آليات أيضا لتنفيذ القانون. أنا علمت بأن في البرازيل هناك أيضا قانون مماثل، أن نتحدث هنا كخبير قانوني. ومن المهم لنا جميعا بأن يجب أن يكون هناك مساءلة من قبل المستخدمين عن بياناتهم، وإن حصل انتهاك للحقوق الأساسية أو الخصوصية فيجب أن نسائلهم. في العام المتطور بالذات من المهم جدا بالنسبة للشركات، لا يمكن للشركات أن تجلس هكذا ولا تفعل شيء. عندما نقاضيها فنحصل على حقنا في الكثير من الأحيان. لدي تعقيب، وهو أن علينا مسؤوليات عندما نستخدم تكنولوجيا معينة. أينما ذهبت في العالم فدائما أقرأ تعريفات مختلفة لما هو كفاءة الوسائط. ليس هناك اتفاق واضح ومشترك ما هي هذه الكفاءة. ومن المهم جدا أن يكون لدينا قواعد ثابتة، وأن يفهم كل واحد عندما ينشر بياناته يجب أن يعرف ما الذي يحدث بهذه البيانات. السيد سكرتير الدولة، فيما يخص أن نقوم بشيء كدول، نحن نفعل شيئا ما من أجل التعاون والعمل التشاركي. فإذا هنا الاجتماع يجعلنا نفكر بشكل مختلف، ونعود إلى بلداني ونقوم بالأشياء بطريقة مغيرة. أنا كنت أنظر إلى الأشياء بشكل مختلف قبل أن أتي إلى هذه الاجتماعات، وقبل مجرد الإصغاء إلى الأشخاص من البلدان الأخرى وأصحاب القرار السياسي أيضا الذين يقومون بالأشياء بطرق مختلفة. إذا هذا أيضا خطوة هامة كبيرة إلى الآن من أجل القيام بالأشياء بشكل صليم. إذا مرة أخرى تصفيق كبير للقيام بهذا الاجتماع بهذه الطريقة. شكرا جزيلا. بإيجاز شديد، كل دولة لديها قواعد وقوانين كما نعلم، وكل دولة تقريبا لديها الآن قوانين في مجال حقوق الإنسان. فإذا أي مؤسسة أو أي شركة تعمل في هذا البلد بعينها يجب أن تلتزم بهذه القوانين. تظهر المشكلة عندما ملاك أو مالكي الشركات لا تلتزم بذلك. كيف
كيف تتصل بكل هذه التكنولوجيات الحديثة مثل واتساب ووايبر؟ هذا هنا التحدي الكبير، وتنظيم الكومنولث من أجل الاتصالات أجرى دراسة في هذا الصدد. هل تعرفون شخصا ما من أوغندا؟ أو هل معنى هنا شخص من أوغندا؟ إذن بكل التأكيد تعرفون أن أوغندا أصدرت قانونا حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولما لو كان معنا شخص من أوغندا يستطيع أن يبلغنا عن ذلك. ولكن الحقيقة هي كالتالي، أن الأشخاص يستخدمون الواي فاي فقط، والحكومة لا تحصل على ولا سنت بالمقابل، ولو حتى المشغل لا يحصل على أي كسب مالي من هذه التكنولوجيات الأوبر توب. فإذا حتى الحكومات لا تستطيع أن تجني أو تجبي الضرائب. شكرا جزيلا. الآن فرصة الاستماع إلى بنيامين، سنحاول مجددا، لو لم ننجح نستطيع أن نقرأ الأسئلة. لدينا سؤالين. نعم، عالم قد أوشكنا على انتهاء الوقت المحدد بالنسبة للجزء الأول. مرحبا بنيامين. نعم نسمعك الآن بنيامين، تفضل. جيد، حسنا، طاب مساءكم. أنا اسمي بنجامين وأنا باحث في ناميبيا، وبالنسبة للعلاقة ما بين التنمية المستدامة والإنترنت، أظن أن هناك شيء ما يتم تجاهله نوعا ما. عندما نناقش موضوع إدارة الإنترنت، عندما تحدث عن إدارة الإنترنت علينا أن نركز على مسائل، مثلا لو وددنا أن نحسن مجال الرعاية الصحية، لما لا نقول كيف نستطيع أن نستخدم الإنترنت من أجل تحسين الرعاية الصحية؟ وهكذا نستطيع حقا أن نصل إلى أناس ونحفزهم على استخدام الإنترنت، وهكذا نستطيع أن نحقق الكثير من أهداف التنمية المستدامة. لو ركزنا على مواضيع، يعني على مثلا الولوج إلى تعليم وكل هذه المواضيع الأخرى، إذا الإنترنت ليس موجود لمصلحة نفسه، بل هو وسيلة فقط للتحقيق مصلحة. وهذه هي الحجة أو الذريعة التي أود أن أدافع عنها، حيث علينا أن نجعل من الإنترنت أولوية بل مواضيع أخرى. حسنا، على ما يبدو مرة أخرى انقطع الاتصال، ولكن لو ما زلت معنا أنت بنيامين، أظن أننا فهمنا ما كنت تود أن تقوله. أنا أتفق معك تماما. أنا شخصيا في بعض الأحيان علينا أن نغير وجه النظر، ولا نركز فقط على الإنترنت لمصلحة نفسه، بل نعتبره وسيلة للتحقيق الأهداف الأخرى، مثلا التعليم والصحة إلى آخره. وهناك الأمثلة الكثيرة، حيث الدول والمجتمع المدني والشركات تستخدم هذه التكنولوجيا من أجل تحقيق الأهداف بعينها. وشكراً جداً على هذا التعليق الرائع حقاً. هل هناك تعليق آخر؟ نعم، هناك بالفعل تعليق آخر، مداخلة من جون فيليب وهو أخصائي قانوني. أستطيع أن أقرأ هذا التعليق عليكم. بعد الفقرة الثالثة التقرير اللجنة الرفيع المستوى الذي طرح بعض الأسئلة حول حماية حقوق الأطفال، يعني نود أن نسأل ماذا يجب أن نقوم به من أجل تحسين حماية الأطفال، حقوق الأطفال. هذا من راوي شالوم ياش. هل هناك أحد ما يود أن يقول شيء بهذا الخصوص؟ بنجامين على ما أظن تعبر بكل وضوح عما كان يود أن يعبر عنه. أما بالنسبة لحماية حقوق الأطفال، هل هناك أحد ما يود أن يتطرق إلى ذلك؟ ميليسا. حسب وجهة نظري الأمر كالتالي، يعني أنا كنت دوما أتحدث عن الإلمام والمحارات الإعلامية، وهذا ينطوي أيضا على الشباب عندما يتصلون للمرة الأولى بالإنترنت، ولربما هم غير مراقبين. ومن المهم أن الأطفال يفهمون ماذا يعني الحركة الآمنة في
أرجاء الإنترنت. لا عارف هذه الدراسة التي تطرق إليه طرح السؤال، ولكن أظن أننا علينا أن نعلم أطفالنا أن في الإنترنت هناك بعض الفوائد ولكن أيضا هناك بعض المخاطر. شكرا جزيلا. الكثير منكم يعرف أننا نحتفظ بالكثير من الذكريات، يعني انحيار جدار برلين، اختراع الإنترنت، وتأسيس الأمم المتحدة، وهناك الكثير من النقاشات في داخل وخارج الأمم المتحدة، وهناك أرقام مروعة فيما يخص الاستغلال الجنسي الإلكتروني وأيضا المضايقات والتحرش عبر الإنترنت. هناك الكثير من القلاقل، حيث يعمل الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة أخرى على وضع معايير لحماية حقوق الأطفال. فإذا ربما لديكم تعليق، ولكن فيما بعد أيضا سنعود إلى هذا الموضوع لو لدينا بعض الملاحظات العام. وإذن أولاً الآن ننتقل من موضوع الإنسان والبشرية والأشخاص إلى الأرض وإلى الكوكب. فإذا كما تعلمون أن أهداف للتنمية المستدامة من شأنها أن تحمي الكوكب كي يستطيع الكوكب أن يتحمل أيضا الأجيال القادمة. وهنا التغير المناخ حامل للغاية بالنسبة للتطور الرقمي، والتكنولوجيا الرقمية أيضا يجب أن تلعب دورا هاما في حماية البيئة، في عكس التطورات السلبية. هنا نركز على عدد من أهداف التنمية المستدامة من أجل المياه النظيفة والهواء النظيف واستخدام الأراضي والزراعة والمناخ. وهنا أود أن أبدأ بلويس. كما قلت سابقا، لويس هو المدير التنفيذي لجيسي. لويس، لو استطعت أن تعرض علينا الشريحة الخاصة بك، يعني هذا كان المخطط، كي تظهر لنا كيف يمكن أن نستفيد من التكنولوجيات الرقمية في خلال مكافحة تغير المناخ. شكرا جزيلا لدورين. سألتزم على ما أتمنى بالوقت المتاح لي، وهو 5 دقائق. قد ذكرت سابقا أننا أجرينا أبحاث واسعة نوعا ما، وهذه الأبحاث أنتجت عن هذا التقرير، وأود أن أدعوكم لكي تخصصوا شهرا كاملا لقراءة 500 صفحة لهذا التقرير على كاملها. قد حللنا دراسات لحالات بعينها، وهناك عدد من الوثائق التي تتعامل مع 7 تكنولوجيات مختلفة: المستقبل الرقمي 5G، سلاسل الكتلة إلى آخره، تعلم المكائن، الذكاء الاصطناعي، الإنترنت السريع. إذا كل هذه التكنولوجيات ربطناها بأهداف التنمية المستدامة، و لقد جمعنا مجموعة مميزة جدا من الخبراء مثل جيفري ساكس وغابي ميل وبعض المدراء من إدارات الأمم المتحدة ووكالات تابعة للأمم المتحدة. إذا لدينا شركات تكنولوجيا رائدة في المجال، وكل ذلك أثر لنا. وهنا ألاحظ أن ربما لا تستطيع قراءة ذلك عن بعد. وإذا نظرنا في هذا الربط، يعني ولاحظنا أن التكنولوجيات تستطيع أن تحقق 13 من بين 19 حدثا. هناك تقييم نوعي وكمي. فإذا استخلصنا بالنتائج ولاحظنا حيث أين نقط التحقيق الأساسي، وسجلنا أيضا عوامل خارجية. وبإيجاز شديد لاحظنا أن التكنولوجيات تنتج التنمية وستكون لديها تأثيرات إيجابية على سوق العمل، ولكن أيضا هناك تأثيرات سلبية مثل انبعاثات للغازات المضرة للمناخ، أو مثلا النفايات الإلكترونية، أو الاستهلاك غير المستدام.
وذكرت أيضا أن أهداف التنمية المستدامة يجب تحقيقها لغاية عام 2030، فسيكون هذا ممكنا بفضل التكنولوجيا، ولكن في بعض الأحيان الشيء ليس بما هو المرغوب. يعني 30% من هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها، وهناك أيضا حتى تطور سلبي. وبالنسبة للأهداف حيث الوضع سلبي حاليا، التكنولوجيات الحديثة الرقمية تستطيع أن تحدث نسبة 95% من التحسين. لو نظرنا في موضوع تغير المناخ، وهو بالفعل موضوع خاص بهذه المنصة، لقد قمنا بجسي في ما يلي منذ عام 2008، نظرنا في كيفية الربط ما بين التكنولوجيات الحديثة الرقمية وتغير المناخ، وكانت لدينا ثلاث معايير رئيسية: البسمات القدم يعني، وكيف يمكن أن نحسن أشياء من خلال التكنولوجيا الرقمية، وأيضا قيمة الشركات. ولاحظنا في تقرير سابق لنا أن التكنولوجيات لديها تأثير ب5.5 أضعاف مما هو وضع القدم لدينا. وفي عام 2005 أجرينا هذه الدراسة مرة أخرى، وكان العامل هنا 1/7. وفي عام 2015 كان العنصر أو العامل أو المعامل 1/10، أي أن التقرير لعام 2015 تنتج أن التكنولوجيات الرقمية تستطيع أن تقلل من انبعاثات الغازات المضرة للمناخ بنسبة 20%. ولكن التقرير الأخير أظهر أساساً أولاً نفس الشيء من خلال التكنولوجيات المذكورة. أما التقرير يظهر تماماً أن وضعة القدم لعام 2030 في حال يعني سيكون حوالين 1 جيجاتون من ثاني أكسيد الكربون، وبينما كان الرقم سابقا أقل من ذلك، أكثر من ذلك بكثير. إذن بشرى سارية، ولكن لا نستطيع أن نرتاح على ما حققناه، بل علينا أن نستثمر في التكنولوجيات الخضراء. ولو نظرنا إلى ما يحصل هناك في مراكز البيانات، يجب أن نشغلها على أساس الطاقة الخضراء، وهنا يجب أن نفعل شيء ما. ولكن الشيء المثير في هذا الصدد، كلما استخدمنا التكنولوجيات كلما استطعنا أن نكافح تغير المناخ بشكل أفضل، وهذا ينطوي على كل التكنولوجيات، على الزراعة، على كل هذه المجالات التقنية أيضا. وهذا فقط لإلهام من باب الإلهام للنقاش، ومن ثم سيكون لدينا مجال أكثر للحديث عن ذلك. هذا فعلا شرح حيوي جدا وواضح جدا. وعندما نبدأ القياس وعندما نجعل الأشياء تنطبق، وخصوصا فيما يتعلق بالأهدافنا الخاصة من الأهداف 169 التي نربطها. جيزا، بالنسبة لك أود أن أعرف منك رؤيتك إلى دول الكومنولث، وكيف تستخدم التكنولوجيات الحديثة لضمان الإنتاج النظيف والزراعة المناسبة والصديقة للبيئة. شكرا جزيلا. عندما نتحدث عن كرة الأرض نتحدث عن التراب والبحار والفضاء وكذلك البشر. وعندما ننظر إلى تاريخ نرى الثورة الصناعية، ويمكن القول أوه منذ ذلك الحين مضينا قدما. يعني كنا بالحاجة إلى 150 سنة إلى أن كل أنحاء العالم كانت مربوطة بشبكة التليفون، ولكن بالنسبة للإنترنت كان الوقت لا يزيد عن 5 سنوات. هذا قوة التكنولوجيا الحديثة. وفي الكومنولث نحن ندعم بلدان الكومنولث في رسم السياسة وإصدار القوانين تدور حول الاستخدام الآمن والمعقول الأسعار للتكنولوجيات الحديثة والاقتصاد. التكنولوجيات الحديثة لها تأثير جبار
وفي بلدان كومنولث يعيش 2,400,000,000 نسمة، يعني ثلث من سكان العالم، وتكنولوجيا تساعدنا في الزراعة. ونحن كبني آدم نحتاج المواد الغذائية، الأمر الذي يتطلب عمل الزراعة، والتكنولوجيا تساعدنا في تطوير إمكانيات جديدة لإنتاج المواد الغذائية. الغذاء الذي يحتاجه البشر للبقاء في قيد الحياة، وعندما نرى دراسات صادرة عن البنك العالمي مثلا، نرى أن 800,000 طفل ليس له منفذ جيد للتغذية. وفي هذا المجال يمكن تساعدنا التكنولوجيا الحديثة، كيف نفهم ما يحدث في الأرياف في القرى. هذا يتطلب أيضا وجود التكنولوجيات. نحتاج أيضا التكنولوجيات للأقمار الاصطناعية، لأن القمر الاصطناعي طبعا يغطي مناطق واسعة، ونحن نزود الحكومات بمعلومات، وطبعا هذا أيضا بالطريقة الرقمية، يعني نشر المعلومات الرقمي يعطي جميع الناس الإمكانية للحصول عليها. والمصطلح المفتاحي هو بناء القدرات. بلدي يعني ساموا قام بتحرير السوق، وأنا كنت فاخرة جدا عندما جئت إلى قريتي بهاتف الجوال الأول لي، وأعطيته لأختي، واتصلنا بأخت آخر هي مقيمة بأستراليا، وقلنا اسمع، وأختي كانت فعلا مخوفة من هذه التكنولوجيا في البداية. الآن نحن نعتبرها شيء اعتيادي جدا، ولكن لم يكن الحال على ذلك دائما. عندما ننظر الآن إلى دول الجزر مثلا في البحر القريبي، لأن هناك علينا أن نعمل كثيرا، بلدان معزولة جدا، ولكن يمكن نحقق الكثير وننجز الكثير. عندنا مشروع اسمه مشروع المراكز الاتصالية، مراكز الاتصال، وأنا أعرف مشاريع من هذا النوع فشلت سابقا، ولكن لو كانت هناك مثلا مراكز اتصال في القرى الصغيرة، ونحن ندرب النساء كيف يمكن استخدام البريد الإلكتروني، ترجع الامرأة وتقول أنا حصلت على إيميل من حفيدي من فانكوفر وهو أرسل لي صور، هذا شيء جميل، وهذا يثبت على أنه لا نحتاج إلى تأهيل أو تدريب كبير جدا لاستخدام التكنولوجيا. طبعا نحن بالحاجة إلى حلول عالمية، ولكن تطبيق الحلول هذا هو أمر مركزي. وفي هذا السياق نحن ننظر إلى الحكومات، وأكثر من ذلك ننظر إلى البشر أيضا، وهذا عملنا في دول الكومن ويب، يعني نعطيها المنفذ إلى الجوانب الإيجابية للاقتصاد الرقمي. الأمر الأساسي هو فعلا الولوج والمنفذ، هناك مثلا صناديق للمنفذ العام، مثلا عندنا مشروع في ملاوي وفي غيرها من البلدان، ولكن أود أن أقف هنا ويمكن نستمر الكلام لاحقا. شكرا ليزا. تحديات وحلول في هذا السياق، يعني كرة الأرض، لقد تحدثت عن إمكانية التعاون مع الحكومات من خلال المبادرات السياسية، وفي العام الماضي كنت أتعاون مع مايكل ليديا، وهم جالسون معنا في الجمهور، يعملان مع مايكروسوفت،
وننظر إلى 82 سياسة للنطاق العريض في العالم، نحاول نجمعها في خوارزمي واحد ونرى ما هي الميزات المتشابهة بينها. أتحدث عن ذلك لأننا نتحدث كثيرا عن الأهداف، ولكن كيف يتم تحقيقها في السياسة؟ مثلا المساواة أو سرعة الاتصال أو الأسعار المعقولة، كيف يمكن المنفذ المبني على البيانات؟ أخذنا كل هذه البيانات وجمعناها في داشبورد، أداة للتروية، وهذا مفتوح للجميع. وعندنا المزيد من الإرشادات نريد إدراجها، ولكن حتى أيضا الآن هناك إمكانيات الولوج إليها، وعلى هذا الأساس يمكن أيضا تطوير الإرشادات والتوجيهات بدون مطالعتها على حدة. عندما يتعلق الأمر بحل المشاكل بلدان Commonwealth، يجب القول هناك كثيرا مشاكل في مجال الزراعة والإمداد بالمواد الغذائية. عندنا مثلا بعد أسابيع قليلة لن يكون عندنا أي دجاج في البلد. وإذا كان هناك مثلا مشروع أعمال يعتمد على استخدام الدجاج، ستتفلس هذه الشركة لأنه ليس هناك دجاج. وهنا أيضا يمكن استخدام تكنولوجيات لتطوير وتحسين الزراعة في بلدان الكومنولث. يعني في بعض البلدان الأوروبية هناك مواد غذائية مغيرة جينيا، وبالنسبة لهذه المشاكل الكبيرة التي يجب حلها في إفريقيا ربما هذه التكنولوجيا أيضا مفيدة. هل هناك تعليقات أخرى عن ما قيل هنا على المنصة؟ يعني بإيجاز شديد، ما أود أن أقوله أيضا لأسرة الكومنولث هو موضوع التطبيق. أقول دائما ممتاز جدا أن عندنا الإجراءات السياسية، ولكن الأمر الأهم هو ترجمتها إلى الواقع. طالما لا يتم ذلك عندنا سياسة حلوة جدا ولكن هي في الرف فقط وتغطى بالغبار. وبالنسبة لنيجيريا، صديقي البروفيسور تباتا كان رئيس اللجنة التنفيذية للCTU، وتحدثنا عن الزراعة و IKT، يعني كان هو مفاجئ جدا عندما قلت عندما لا نرى ذلك على يكون الزراعة المستدامة تعني الحياة المستدامة أيضا. شكرا. كل واحد يعرف عن نفسه لو سمحتم. شكرا. أنا شريف من المالديف، أنا أعمل في وزارة العلوم التكنولوجيا، وكان ملهما جدا الاستماع إلى حديثكم. لدي نقطتين مهمتين، الموصولية أمر محوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. قلتم أن هناك تراجع في 30% من أهداف التنمية حاليا، ماذا يعني ذلك؟ كيف نكون على الجانب المضيء من التكنولوجيا وهناك مثل هذا التراجع؟ لدينا في جزر المالديف حماية البيئة هي أهم شيء، ونحن في أزمة حقيقية. ولكن قبل ذلك لدينا أيضا مشكلة التواصل. كانت الموصولية أفضل في الماضي، كانت مكلفة جدا، ولكن كان لدينا تغطية للإنترنت على نطاق واسع بنسبة 80%، وبالفعل استفدنا من ذلك أيضا فيما يخص التنمية. ولكن ما يخص
البشر لدينا، فنحن الدولة تحتوي على 187 بلدية وجزيرة صغيرة وكلها متجانسة تقريبا. في الماضي ربما لم يكن لدينا هذا التنوع الذي نريده، وربما لم نكن متصلين ببقية أنحاء العالم، ولذلك لم نحصل على التنوع أيضا. ولكن في الحقيقة، ففي الواقع عندما يكون هناك تواصل نستطيع أن نعيش في مجالات أضيق. حتى نتحدث مع الناس في أوروبا وفي نيويورك، ولكننا نبقى معزولين، والتنوع الذي كان موجود على جزيرتنا الصغيرة تلاشى أيضا، وأدى ذلك إلى تجانس أكثر. أعطيكم مثال على ذلك. نحن أنجزنا الكثير في رعاية الصحة، التلقيح أو اللقاح، ولكن هناك الكثير من الناس على الإنترنت هم ضد اللقاح. هذه الظاهرة كانت غير معروفة لدينا، ولكن الآن انتشر هذا الرأي، ولذلك نحن في التراجع فيما يخص أهداف التنمية في مجال الصحة. في بلدان أكبر ربما يكون من المفيد أيضا أن يكون هناك سيارات كهربائية، ولكن في دولة مثل دولتنا فالأمر مختلف. من المعقد جدا أن تطبق مثل ذلك على دولة جزر. لا نستطيع إلا ضمن حدود ضيقة أن ننتج الطاقات المتجددة، ونحن نستورد المزيد والمزيد من سيارات الديزل، وبالتأكيد هذا ليس مجديا. شكرا جزيلا. هناك تعقيب على الطاولة وهناك في آخر الصالة. أنا أنك دومشايد باك، أنا نائبة في البرلمان الألماني ومتخصصة في سياسة الإنترنت. أود أن أرد على ما قالته جيزا. نتحدث عن البنية التحتية والكفاءات الرقمية والتعليم، ولكن هناك عنصر ناقص وهو محتويات مهمة. سؤالي هو كيف نستطيع أن نوفر محتويات مهمة من أجل أن يستطيع الناس أن يساعدوا أنفسهم؟ بيانات، قواعد بيانات، معلومات من أجل الطباعة بثلاث أبعاد، مثلا طباعة أنبوب للماء أو بعض الآلات الصغيرة. هناك تطبيقات صغيرة تسمح لنا أن نحسب هل سقف بيتي مناسب لجمع أمطار مياه الأمطار، ولكن كيف نشير للناس إلى وجود ذلك؟ هناك أب آخر باسم بلانتكس، نحتاج إلى هاتف ذكي. بالطبع هذا عائق أيضا، ولكن إذا كان لدينا هاتف ذكي فنستطيع أن نصور نباتا مريضا، وعن طريق الذكاء الاصطناعي يمكن العثور على أسباب محتملة لمرض هذا النبات بدون أن نضطر لشراء أسمدة كيميائية. إذن هناك إمكانيات لدمقراطة التكنولوجيا، يمكن
لنا أن نعلم الناس أن يصلحوا أجهزتهم بأنفسهم، خاصة في الأرياف. هذا سؤال رائع. المحتويات المفيدة أيضا باللغات المختلفة، هذا بالتأكيد أيضا موضوع آخر. هناك سيد في نهاية الصالة، اسمي سلام الوفاشي وأنا صحفي حر، ولدي منحة من Reporters Without Borders هنا في برلين. سؤالي عن المجالات حيث لا يوجد دعم سياسي لتحقيق أهداف التنمية، مثلا المزارعون في الأرياف في نيجيريا، كيف نوصلهم إلى التكنولوجيا والأسمدة المناسبة؟ والمشكلة هناك في بعض الأحيان أنه لا يمكنهم نقل منتجاتهم إلى المدن لأن الطرق سيئة. أما بالنسبة لأهداف التنمية والبشر، نعاني من العزلة ولا نستطيع أن نستخدم الجوجل أو أن نعطي الجوجل والتابلتس للمدارس والطلبة، وفي كثير من الأحيان المدرسة هي بلا سقف أو الطالب عليه أن يمشي إلى المدرسة كيلومترات. إذن ماذا يستفيد من التابلت الموجود في المدرسة؟ سؤال جيد أيضا، شكرا. إذن هناك ثلاث تعقيبات من المالديف ومن ألمانيا ومن نيجيريا. ميليسا، سوف أرد على السؤال من ألمانيا. أنا أعمل لآي بي إم، ولكن لدي شركتي الخاصة وأنا أعمل في تونس. ماذا نفعل هناك؟ نحن نركز هناك على القرى البعيدة والنائية، وعلمنا الناس البرمجة من أجل أن يخلقوا حلولا خاصة بهم. يعني أنا لا أقدم لهم حلولا، إنما هم يأتون بالحلول. في حوالي 12 دولة عشرات الآلاف من الأطفال تعلموا البرمجة. عادة الدورة تستغرق 30 يوم. الأطفال والشباب يأتون ليس لديهم أي خبرة سابقة ويتعلمون كيف يمكن برمجة آب أو يستخدمون ذلك في إنترنت الأشياء. ما نفعله هو أن نجمع 30 شاب من جميع أنحاء البلد في العاصمة ويبقون هناك لمدة 30 يوم. نعطيهم مشكلة من أجل حلها، وهي مشكلة حقيقية في منطقتهم، فهم يطورون نموذج. نأتي أيضا بخبراء من الاقتصاد يساعدونهم، ويصبح هناك تنافس بين الشباب، والفكرة الأفضل تحصل على جائزة. لا أعتقد أنه من المفيد أن نأتي من بلد آخر ونقدم حل لبلد آخر. على الناس أن يفكروا بأنفسهم بالحلول المناسبة، وبالتالي عليهم أن يتعلموا الكفاءة التكنولوجية. شكرا. أود أن أرد على أخي النيجيري. أنا أظن أنه ليس علينا أن نتوقع من جوجل أن يعطونا تابلتس وأن يأتوا أيضا ويصلحوا سقف المدرسة. صحيح أن الطلبة لدينا يتعلمون في مدارس مهترئة، ثم جاءت المنظمات ووزعت التابلتس،
ورأينا بأن هؤلاء الطلبة استخدموا الحواسيب من أجل أن يصوروا المدرسة وينشروا هذه الصور في شبكات التواصل الاجتماعي، وكان هناك رد على ذلك. لدينا مسؤولية مشتركة، نحن كمواطنين علينا أن نحاسب حكوماتنا، ويجب أن نعمل من أجل أن تكون هذه الحكومات على مستوى المسؤوليات، لا يمكن ذلك للشركات. شكرا جزيلا. وأود أن أضيف شيئا آخر أيضا بخصوص سؤال السيد من نيجيريا. أنت قلت كيف نضمن أن تتصرف الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المستدامة للتنمية. الإرادة السياسية هي شرط ذلك، لابد أن تلتزم الحكومات من أجل ذلك. ونحن في IGF يجب أن نوعي الحكومات أيضا بضرورة ذلك، ولازلنا لم نصل إلى هذا الهدف بعد. هناك ما يسمى بالتقارير الوطنية التوعية، و30% من الدول التي شاركت في إصدار هذه التقارير ذكرت التكنولوجيا الرقمية، يعني فقط 30%، وبالتالي أمامنا الكثير من العمل. شريف من المالديف، أنت تحدثت عن موضوعات تحدثنا عنها في الأمس وأول أمس، معك حق بكل تأكيد عندما تذكرنا أن التنوع مهم وأن السياقات المحلية مهمة، كل ذلك مهم ويجب الحفاظ عليه. جيزة، أود أن أرد على النائبة الألمانية. أنا تعاونت مع الاتحاد الدولي للاتصالات في أحد المشاريع، ما كان مهما جدا أن نقدم دليل للاستخدام باللغة المحلية في البداية. كان هذا هو الشرط الأساسي، أن يتعلم البنات والأولاد استخدام هذه التكنولوجيا، وكان ذلك في عام 2005 تقريبا، وكان شرط استخدام الإنترنت دق أرقام معينة بالتليفون، ولكن نحن قدمنا دورة بلغة هذا البلد. ثم أقمت مشروع آخر للإنذار المبكر من الفيضانات في شرق أوغندا، وكان لدي خبرة سابقة من مركز الاتصالات أو من المشروع المتعلق به. وفي هذا المشروع استخدمنا اللغة المحلية وأقمنا دورة أو طورنا دورة ونظام تكنولوجي، وأنا طلبت من المشاركين المقيمين على الدورة أن يكون دليل الاستخدام باللغة المحلية. يعني عندما نسمع الزمور مرة واحدة فهذا يعني ربما هناك فيضان، أما الدرجة الثانية يعني يجب الابتعاد، والإنذار الثالث يعني من يبقى سوف يموت. فبعد تطبيق هذا المشروع لدى حدوث أول فيضان لم يمت أحد، لأول مرة لم يمت أحد نتيجة الفيضانات. أما ما يخص سؤالك من المالديف، أنا مقتنع جدا أننا أمام تحديات عديدة، ولكن أن الجواب هو أن نعلم الناس على الكفاءات.
شكرا. أعرف أن هناك تعليقات إضافية، ولكن لابد أن ننتقل إلى الجزء الآخر والأخير من الحديث، وهو الرفاهية. أهداف التنمية المستدامة تهدف إلى أن ينعم جميع الناس بالرفاهية في العالم وضمان التقدم الاقتصادي بما في ذلك حماية البيئة، وللتكنولوجيات دور حاسم في ذلك. ميليسا، عندما نبدأ معك في سياق أهداف التنمية المستدامة والأجندة من أجل العمل الجيد واستيجي 9 والتقليل من عدم المساواة، ماذا لديك؟ كيف تستطيع التكنولوجيات الرقمية أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف؟ عندما نتحدث عن عالم عادل، أود أن أقص لكم قصة عن سارة زهران ويمنى. كان عمرهم 3 و5 و7 سنوات، كان ذلك قبل 10 سنوات، في مدرستهم أخذوا من المدرسة ونقلوا إلى بلد آخر. أنا أم زهرة وزهران ويمنى، ولا يزالون يعيشون في هذا البلد الجديد. فهم تعرضوا للاختطاف من الوالدين. بالنسبة لي، الموصولية تعني بالنسبة لي أن أكون أما. لا أقلق على البنات، أنا أعرف أين هم، ولكن الاندماج الرقمي هو عمل حياتي. أنا رئيسة مجموعة عمل IEEE، وأنا جزء من التحالف من أجل الذكاء الرقمي. لماذا أحكي هذه القصة عن حياتي الخاصة؟ الرفاهية أمر خاص وشخصي، لا يتعلق ذلك فقط بالجوجل، إنما ماذا تفكر تلك الأم على المالديف؟ على فكرة أنا كنت في المالديف وأنصح الجميع أن يذهبوا إلى هناك. وماذا عن الزهر سارة وزهران ويمنى؟ لم يكن لديهم تكنولوجيا الاتصال، وأنا طرحت برنامج لتزويد هذه المدرسة ب400 حاسوب. أنا أعرف أن هناك الكثير من التعريفات ما هو الاندماج، ولكن المهم أنا فكرت كيف أستطيع أن أجعل العالم أفضل. إذن جمعت فريق عمل في IEEE وطلعنا على الأدبيات الموجودة حول الذكاء الرقمي. لدينا مجلس لوضع المعايير يحتوي على 400,000 عضو، أكبر مجموعة في العالم. ماذا يعني هذا الذكاء؟ كل شخص يعرف الذكاء الرقمي بشكل مختلف، ولكن نحن وضعنا تعريفا في الويب سايت الخاص بنا. أعتقد المطلوب هنا كفاءات أساسية وكفاءات متقدمة، وكل ذلك، ومن يريد أن يتحسن في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد مثلا، أو أن أكون أما، فهناك كفاءات مختلفة أيضا أساسية ومتطورة. ليس المطلوب أن أتعلم البرمجة فقط، ولكن كيف أتحرك في الإنترنت بشكل آمن؟ ما هو المطلوب بخصوص الذكاء العاطفي؟ وكيف أجد مجموعة من الناس تتحمس
لهدف معين، وكيف يمكن نقل هذه الكفاءات والخبرات؟ 250 مليون من الأطفال في العالم لا يذهبون إلى مدرسة، ماذا نفعل من أجل دعم هؤلاء الأطفال؟ كيف يمكنهم تعلم الكتابة والقراءة عن طريق التكنولوجيا؟ هل تفيدهم التكنولوجيا في ذلك؟ وهل يمكن أن يحصلوا على عمل جيد؟ أنا أعمل في باكستان كثيراً أيضاً، وهي ثاني أكبر بلد من ناحية الكثافة السكانية في العالم. كيف نستطيع أن نتقدم هناك بدون هذه الكفاءات الرقمية؟ شكرا لمشاركة هذه القصة الخاصة، وهذا محرك للعواطف، ونشعر ونتعاطف معك، وأنت قدمت الكثير من الإنجازات الرائعة. شكرا جزيلا. والآن ألمذ، هل تستطيع أن تشاطرنا بالخبرة المكتسبة في نيجيريا والتجربة هناك وما حصل هناك في بلدك فيما يخص فتح المجال للوصول إلى الإنترنت وللتعليم المقول؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. مرة أخرى أبدأ بشكركم على الدعوة للاستماع إلينا من وجهة نظر نيجيريا. لو كان لدي المزيد من الوقت سأتجاوب على الجميع وأسأل كل واحد منكم ماذا نفهم عندما نتحدث عن التعليم العادل. بالنسبة لنا في نيجيريا كرجل نيجيري لن يكون نفس الطريقة للتعريف لو سألت شخص من بريطانيا. لو سألت مثلا ميليسا ماذا تفهم عندما تقول التعليم العادل، يعني سيكون مختلفا لمفهومي أنا. أنا خبير في القانون وأنا مؤهل جدا، لمدة 12 سنة درست وتعلمت، ولكن المفهوم الذي كان لدي لو كان لدي تعليم عادل حصلت عليه، يعني عندما نتحدث عن الوضع في نيجيريا وفي بالنسبة للتعليم العادل، أود هنا أن أركز على الجزء الشمالي من البلاد، حيث هناك أسوأ مستوى من التعليم، حيث هناك الكثير من الأطفال لا يذهبون أصلا إلى المدرسة ولا يعرفون ما هي المدرسة. في خلال العقد الماضي كانت هناك انتفاضات في نيجيريا، والجزء الشمالي دمر، وكانت هناك نازحين في الداخل، كان هناك نازحون في بلدنا لم يكن لديهم ولوج للتعليم، والآن أصبح هناك شيء من قبيل الدعم الإنمائي من الداخل والخارج. وهناك بعض الأمثلة أود أن أذكرها. في عام 2006 قامت وزارة التعليم بإطلاق مشروع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وبناء على ذلك أن مناهج أطلقت من أجل الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس كي يستطيعوا الاستفادة منها من أجل التعلم الذاتي. وهناك منطقة أو مدينة في شمال البلاد كانت هناك منظمة أخرى زودت الأطفال بالحواسيب المنقولة المحمولة بمحتويات تعليمية. وهنا عندما تتحدث عن التعليم في نيجيريا الأمر يدور أولا حول تعلم الأبجدية الإنجليزية. مثلا هناك تطبيقات للخوارزميات والرياضيات والحسابات الأساسية كي يستطيع الطفل أن يبدأ بالتعلم دون أن يذهب حقا إلى مدرسة جسدية أو يتجه إلى الصف. فإذا التكنولوجيا تساعدنا على النظر في التعليم من وجهة نظر مختلفة تماما. هذا يختلف تماما اختلاف ما كان موجودا سابقا. الآن أصبحت هناك الحواسيب المحمولة ويستطيع الأطفال أن يستفيدوا من ذلك من أجل التعلم، وهذا موجود منذ زمن في نيجيريا أصلا. وما يعني ذلك بشكل معقول؟ يعني معقول شيء مختلف بالنسبة لنيجيريا مما
يعني بالنسبة للبلدان الأخرى، يعني لو تحدثت اتفقت مع دولة في مجال القضاء والقانون كي يستطيع توظيف الأشخاص، مثلا توظيف أشخاص من أمستردام، هذا كان سيكلف آلاف الدولارات في الشحة، ولكن هذا الواقع حتى ولو لا يعجبني. إذن لدينا بعض المحامون في نيجيريا تم توظيفهم ودفعوا لهم مبلغ 3500 دولار، وبالنسبة للمحامين في نيجيريا هذا راتب جيد، إذ أن المحامي في نيجيريا ليس لديه دخل جيد. فإذا لو وجدت شخصا ما يوظفك يجد في مكتب خاص، وعليك أن ترتبط بالشبكة وبالنظام، إذ أن التكنولوجيا نجحت في أن يحقق للبعض التوظيف الجيد. ونعود فورا إلى المنصة هنا ومن ثم للجمهور، وهنا نتحدث خلال هذا النقاش عن التنمية. فسيكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي. الأرقام والإحصائيات هائلة وضخمة، نتحدث عن تريليارات الدولارات الأمريكية من الفوائد لغاية عام 2030. وكذلك دعونا نقول، وضحت من الدراسات التي أجريناها أن التكنولوجيا ستكون لديها تأثير إيجابي في أنحاء العالم. على خلفية المتآتية من المبادرة التجارية، همي الأول هو كيف نتعامل مع الجوانب السلبية، كيف نستطيع أن نحول الشيء السلبي إلى شيء إيجابي. وهنا علينا أن نضع نقطة القوة فيها. ولو مثلا هناك بلد ما أو سياق ما يعني تتطور الأمور بشكل إيجابي، يعني عندما توفر تواصلية، يعني لديك وسيلة الولوج إلى التعليم، إلى بيئة تجارية، إلى لوجستية، وإلى تفكير زراعي، فإذا هنا تتجه الأمور نحو الطريق الصحيح. ولكن علينا أن نحسب حسابا أيضا بأننا علينا أن نتعامل مع العناصر الخارجية. هنا أقصد المجالات الحساسة، وهي أهم المجالات منذ الآن لغاية عام 2030. ولو نظرنا في كل هذه التحركات وتأثير التكنولوجيات في البيئة العالمية، نلاحظ ثلاث أشياء علينا أن نولي لها اهتماما أكثر. أولا، الفجوة الرقمية. نرى أن هناك عدد متزايد من الأشخاص المتصلين بالإنترنت، فإذا ما زال لدينا عدد كبير من الأشخاص المقطوعين عن الإنترنت، ومن لديهم اتصال يعني مستوى حياتهم معيشتهم أفضل بكثير مما ليست لديهم اتصال. وإذا على صناع القرار السياسي أن يخلقوا التوازن في عالم التكنولوجيا. والشيء الآخر يجب أن نتعامل معه هو الموضوع الكبير حول حقوق الإنسان والخصوصية والأمن والسلامة، وهذا يزداد أهمية يجب أن نفهمه، إذ أنه قد يؤثر على الاستقرار الدولي للكرة الأرضية. لا أود أن أدخل في التفاصيل هنا، ولكن لو تابعت نقاشات في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة مع الخروج من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأخيرة، نرى أن التكنولوجيا تستخدم في طريقة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الثقة في المؤسسات إلى آخره. فإذا هذا تأثير هائل على الوضع العالمي في أنحاء الكوكب. فأود أن أدخل ذلك إلى النقاش، وأود أن أؤكد على ما يلي. بينما أنا مؤمن تماما بأن التكنولوجيا ستكون حاسمة من أجل عالم أفضل، ولكن كي يحصل ذلك علينا أن نركز ونهتم كثيرا على بعض المجالات الحساسة والحاسمة، حيث التكنولوجيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي. لقد استمعت إلى سؤال مطروح من قبل النائب الألماني،
والنائبة البرلمانية الألمانية. ولربما لم أفهم السؤال بشكل جيد، ولكن النقطة الأساسية كانت الحديث عن الفجوة الرقمية. كيف نضمن أننا نوفر المعلومات للجميع؟ كيف نضمن أن جميع أنحاء العالم لديها إمكانية الولوج لهذه البيانات؟ كيف نأتي بالوسائل والآليات لتعلم الأطفال؟ إذ أنا ما زلنا نعيش في نظام ثنائي، لدينا الميزات للولوج والباقي ليست لديهم هذه الميزات. والعود إلى تعليقي السابق، يعني علينا أن نضمن الولوج العام للمعلومات، ونحتاج إلى التشابكية العالمية، وهذا يتطلب السياسة والاستراتيجيات. وعندما نعود إلى الأمن والسلامة وحرية التعبير وحقوق الإنسان، هنا علينا أن نضمن شيئين فيما يخص التكنولوجيا. أولاً الأخلاقيات، علينا أن نعود إلى القيم الأساسية. لو نلتزم بالقيم سنحل التحديات الناتجة عن التكنولوجيا. شكراً رائع. رأيت أن هناك سؤال، ولكن فقط فكرة سريعة حول ما قالت النائبة الألمانية. أيضا من الهام للغاية أن نفهم أن الإنترنت بحد ذاته يوفر المعلومات وفرص لتنمية بلد ما، ولكن هناك قصة حصلت في باراغواي عندما تركنا كمبيوتر مع اتصال بالإنترنت في منطقة ريفية جدا، وبقى هناك على مدار أشهر، وهم استخدموا ذلك فقط بناء على ما علمناهم إياه لإرسال الإيميلات. هذا شيء جيد بحد ذاته، ولكن كان هناك متطوع من American Peace Corps زار هذا المجتمع هناك، ورأى لاحظ أن المجتمع كان لديه مشكلة صحية، حيث كانهم يطبخون في داخل المنازل، في داخل المنازل الصغيرة باستخدام الكربون. فإذا اتصل بالزعيم وأثر له أدوا إلى هذا الموقع الإلكتروني، هنا تتعلم كيف تستطيع أن تحسن طريقة التحي. فإذا في جميع المنازل بنوا وأنشأوا هذا المدخنة يعني بوسائل بسيطة يعني، وهذا حل مشكلة المجتمع من خلال استخدام الاتصال بالإنترنت، وكان هذا شيء مثير ومؤثر جدا. فإذا المحتوى ليس فقط معلومات، ولو شخصا ما ساعدك على استخدام هذه التكنولوجيا لتحوله إلى المعرفة الحقيقية، شيء رائع سيحصل. وكان بودي أن أقص عليكم هذه القصة الرائعة. هذه قصة رائعة حقا. شكرا جزيلا. هناك سؤالان. أولا السيد من هنا. أولا أرجو التعريف بنفسك، الاسم. شكرا، أنا اسمي ماسل دوج، أنا باحث في اللجنة الاستشارية الألمانية حول التحول العالمي، وقد نشرنا للتو تقرير بحث 500 صفحة حول أفكارنا في دور الحكومات في العالم التحول الرقمي، أجندة عام 2030 في العنوان، ينص على أن تحول العالم، ما نراه مع التحول الرقمي هو انقطاع مدفوع بالدوافع الاقتصادية في الكثير من المجالات، وهي ليست مستدامة أبدا حتى الآن. فإذا التحول للقوى يعني الغير متوقع يعني في أجندة عام 2030، وهذا فرصة وتحدي في حد ذاته من أجل الخروج بحلول إيجابية. ولكن مع ذلك هناك ثلاث مجالات يعني يجب أن يكون هناك هدف مستهدف، والوسائط هي هدف بحد ذاتها، يعني هي وسائط يمكن استخدامها، وعلينا أن نضمن أن التكنولوجيا الرقمية بحد ذاتها ستكون أكثر استدامة، الاستخدام المستدام للطاقات وأيضا لما يخص الموارد المعادن إلى آخره. ولم نناقش ذلك حتى الآن في المنصة، ولو حدثنا عن طرق النفوذ في الإنترنت وأجندة عام 2030، يجب أن نفكر بشكل ممنهج نظامي عام. فإذا التكنولوجيات الرقمية يمكن أن تساعد في استخدام الموارد المتجددة، ويمكن أن تستخدم أيضا من أجل استغلال حقول النفط، وإذا فرص جديدة لاستغلال جنوب العالم، ولكن في نفس
وقت يمكن أن نغير تماما نظام العالم ويؤدي إلى عدم تساوي الفرص مرة أخرى، ونستطيع أن ننتج معرفة جديدة، ولكن قد يؤدي أيضا إلى الحكم الدكتاتوري أو السلطوي كما هو الحال في الصين، يعني في بالنسبة للاحتقار التكنولوجي. وهنا سؤالي للمنصة، كيف نستطيع أن نستفيد من التغير التكنولوجي كي يساعدنا على التوصل إلى تنمية مستدامة في العالم، يعني في الأمم المتحدة كذلك لديكم لربما أيضا بعض الإمكانيات للتأثير على ذلك، وهذا موضوع هام يجب أن نعالجه أيضا على الصعيد السياسي. طيب ممتاز، شكرا على هذه التعليقات. أعتقد هناك سيد في الخلف، تفضل. شكرا جزيلا، اسمي سانتياغو وأنا من كولومبيا، وأدير مختبر ابتكار لمدينة بوغوتا، وسابقا كنت أشتغل مع وكالة تسلم الحواسيب إلى المدارس المتواجدة في البلد، ومنذ ذلك الوقت مضت 10 سنوات ونحن لم نضيف إلى ذلك نقطة جديدة في قياس جودة التعليم. آنذاك كنت سياسيا وكنت أعتقد هذا النوع من التعهد بتغيير كل شيء إلى الأحسن، ولكن الآن لازم أقول أن هذا لم يكن الحال عليه. وعندما لاحظت ذلك وأدركت ذلك فهمت كذلك كيف تعمل هذه الفجوة الرقمية، يعني هي لا تشمل فقط الولوج للإنترنت ولكن أيضا القدرة على استعمال الإنترنت. هناك مستويات مختلفة، مثلا سرعة الاتصال، ولكن أهم شيء بالنسبة لي هو أن هناك هذا هو ما بين الرغبة في الوصول إلى السكان لمدينة معينة، وأيضا للوصول إلى السكان الريف، يعني هناك فجوة كبيرة بين الريف والمدينة. طبعا في المنطقتين يمكن استخدام الإنترنت فيها، ولكن هذا لأغراض مختلفة، من ناحية بيع السلع، ونحاول أننا نحاول قياس هذه النوايا ووضعنا هناك مقياسا ونحاول استخدامه يعني في قياس جودة التواصل الرقمي، وثم هناك أيضا النتيجة الكلية، يعني كان أستاذ يصف ذلك، يعني من يعرف كيف يتم قراءة وتفسير ذلك يمكن تسريع التعلم فيها، ولكن لا يتمكن من القراءة بشكل جيد. طبعا يمكن توسيع المعرفة ولكن إلى حد معين فقط، ونفس الشيء يسري على الإنترنت. يعني إن كان هناك لشخصين نفس المنطلق ولكن هناك ظروف تنافسية مختلفة، الإنترنت يساعدهم بمقدار مختلف. مثلا من لا يتكلم اللغة الإنجليزية في كولومبيا يختلف منطلقه من المنطلق لشخص يجيد اللغة الإنجليزية، ومن إذن معرفة اللغتين هذا فعلا أمر حاسم جدا لاستخدام الإنترنت. يعني من عنده حساب مصرفي وكارت ويعني له إمكانيات أكثر لاستخدام الإنترنت،
وكان هناك مثلا المستوى التعليمي متدني في المدرسة الابتدائية، لا يمكن طرح أسئلة ذكية للحصول على المعلومات. أيضا في هذه الحالة الإنترنت تأثيره ومقدار تأثيره بيختلف. شكرا جزيلا، لازم أقاطعك لأن طبعا هذه كانت تعليقات مهمة، ولكن هناك أسئلة أيضا من المشاركين عن البعد. عندنا سؤال من بنجامين من ناميبيا. مرحبا، أنا من جديد معكم وعندي سؤال آخر للمنصة. ليس من الممكن استخدام أو إلزام الشركات التكنولوجيات الكبيرة بالاجتماع على طاولة واحدة، لأن الأمر هو التالي: عندما نتحدث على موضوعنا نتحدث عن دول نامية ومناطق ريفية والأخرى، ولكن الأمر الذي أتساءله: أليس من الممكن أن نسهم شركات التكنولوجيات الكبيرة في هذه المناقشات كي تشارك في هذا الحوار، لأننا بالحاجة إلى هذه التكنولوجيات؟ وبهذه الطريقة يمكننا أيضا الحصول على موارد من مداخل من عائداتهم الكبيرة، ويعني صرف ذلك في استخدام الإنترنت، لأن لابد من إلسام الشركات الكبيرة للتكنولوجيا خصوصا في الجيف. شكرا بنجامين، هذا تعليق ممتاز. أعتقد معنا 5 دقائق متبقية، وأرجو الزميلات والزملاء هنا في المنصة للتعليق على التعليقات والأسئلة. ربما تعلمتم شيئا أيضا هنا واليوم. أود أن أسألك أولا، هل يمكن إسهام الشركات الكبيرة في المناقشة على الطاولة؟ وربما هناك فكرة أخرى تحبين تقديمها. طيب، طبعا شركات كبيرة يعني بكل الأحجام يمكن تريد المساهمة في الـ IGF، ونحن ندعم كثيرا هذا الشكل من الحوار وحول الإنترنت وتطوراته، ونحن نود أن نساهم في نجاح الإنترنت. إذن بكل بساطة نعم. وفيما يتعلق بالدروس التي تعلمتها الآن، أنا سمعت منكم وأيضا من الجمهور، أعتقد من جديد هناك من الواجب للتعاون وعدم التحدث عن ذلك فقط، يعني أكثر من ذلك لازم. أيضا نحن كشركات تكنولوجيات نعمل في عملنا العالمي على المعرفة كيف تعمل منتجاتنا في البلدان المختلفة في العالم. هذا قد يؤدي إلى تكييف، ضرورة تكييفها يعني مثلا التطبيقات والأخرى، كي يجد الناس في الميدان أنفسهم في هذه المنتجات. ونعم، ربما معنا أيضا ممثلون للشركات التكنولوجية الكبيرة معنا، ولكن أود الإشارة إلى مشكلة عندنا في نيجيريا. أنا أعمل في مجال القانون، وهناك نواجه المشكلة إن التقاضي يطول كثيرا، يعني أحيانا 30 سنة تجري الإجراءات القضائية أمام المحاكم النيجيرية، والتوصل إلى الحكم يحتاج إلى وقت كثير جدا. وأعتقد هناك كثير من المساعدة التقنية للقانونيين موجودة، ولو كانت هناك أيضا برمجيات تدعم القضاة في صياغة الأحكام
هذا سيحل مشاكل كثيرة في القضاء عندنا أيضا. أنا آسف جدا أن البرنامج هنا لا يعمل بشكل جيد. أتذكر أنه يعمل جيدا لأنني كنت حاضرا في تجريب هذا البرنامج، كنت مدعو لذلك، وكان يبدو لي أن البرنامج جيد جدا. وبالنسبة للأسئلة، السؤال الأول، أولا هذه ليست مشكلة للتكنولوجيات الحديثة، ولكن هذه مشكلة سياسية، يعني مسألة المناجم والأخرى والحصول على المعادن، هذا ما ذكرناه مع الجيسي مثلا، خصوصا ما يحدث في الكونغو، وهناك المبادرة الوطنية للمناجم، يعني وأكثر من 8000 شركة تشارك فيها، ولكن المشكلة أن شركات أخرى تسيطر على ذلك، وهناك نوع من النزاع حول المعادن المستخرجة هناك، ومشاكل أخرى ناشئة في مجال التكنولوجيا. أنا أتفق معك، هذا مشكلة لابد من حلها. تكنولوجيات قد تكون مفيدة، ولكن قد تتسبب أيضا جوانب سلبية، ونحن في عملنا طبعا نرى أيضا الجوانب السلبية، مثلا النفايات الكهربائية والأخرى. هناك مثلا 3-4 أجهزة هاتف جوال لشخص واحد، يعني نستهلك الكثير بدون مغزى. يعني يجب أن نعمل فعلا عملا مشتركا مع السياسيين، مع شركات، مع المجتمع المدني والأخرى، ونوجد الطرق لأن نقلب الجوانب السلبية إلى جوانب إيجابية، وهذا يتطلب فعلا وجود الإرادة لذلك، وبالتالي أدعونا جميعا لذلك، نستطيع أن ننجز الكثير معنا. أود القول ختاما أن التكنولوجيات الرقمية تشكل أداة تمكن حكوماتنا ودولنا وشعوبنا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعني هذا يمكن الحكومة من التطبيق بشكل أسرع وبفعالية أكبر، وبالتالي أيضا تقدم خدمات أحسن للمواطنين، خدمات يحتاج إليها المواطنات والمواطنين. وما زال هناك الفجوة الرقمية، وعلينا جميعا أن نعمل على تغلب على هذه الفجوة، وأهم شيء هو بناء القدرات والطاقات، وحيث نرى التحديات علينا نرى وننظر إلى هذه التحديات ونحللها، وبالتأكيد سندرك أن هناك متطلبات جديدة لابد من تلبيتها من ناحية المعرفة والتأهيل، وهكذا يمكن أيضا إنجاز كل الأهداف للتنمية المستدامة. وأود أن أعود إلى السؤال المطروح من كولومبيا والمتعلق بهذا المشروع. أعتقد عندك رؤية خاطئة إلى حد ما. أعتقد ما عملتمه هو جيد. عندما ترى الفجوة الرقمية وما تعملونه وتنجزونه، لا يمكن أتوقع بأن في نهاية المشروع تم تدريب مهندسين للبرمجيات، لأن يمكن أن يحدث كل شيء عندما تدربون الأطفال في البرمجة، ولكن هذا لا يعني أنهم كلهم متفوقين في الرياضيات أو في الجيوغرافيا، ولكن قد تكون هناك معاقب ونتائج أخرى لا تراها الآن. وعندما تطورون البرامج مثل برامج تقليدية، أعتقد هذا سبيل خاطئ، وبالتالي أعتقد من الأفضل أنك تنطلق من منطلقات إيجابية وتأمل بأن تتحسن الأمور، وبعد الاتصال بالإنترنت ستكون نتيجة جيدة.
طيب طبعا أريد أن نختتم في الوقت المحدد، إذن أنا استعجل شوية هنا. أولا شكرا جزيلا على الدعوة للحضور إلى هنا وإتاحة الفرصة لنشر أفكاري. عندي بعض كلمات مفتاحية أعتبرها مهمة. كان معنا بنجامين على التلفون ومعنا ممثلين من شركتين كبيرتين IBM وجوجل، وأعتقد نحن الاثنين نحن متحمسين جدا بالنسبة لهذا الموضوع، وأعتقد هذا يسري أيضا على كثير من الشركات الأخرى. نحن جئنا إلى هنا لأننا نعتبر شيء ذلك شيئا مهما، ليس فقط لعملنا ولكن لأنفسنا أيضا. إذن التعاون مهم جدا، وأيضا المحتويات في اللغات المحلية، أيضا إدراج أو إدماج النساء والبنات أو الشمولية بشكل عام، تطوير المعرفة والقدرات على استخدام الإنترنت، التنسيق، التطبيق المشترك وحماية حقوق الإنسان، وأعتقد أيضا القدرة على استخدام وسائل الإعلام، هذا جيد جدا. ميليسا، هذا تسهيل كبير لعملي لأن هذا كنت أريد أن أقوله. أيضا أشكر المشاركين في هذه المناقشة الممتازة. كان عندنا ساعتين، يبدو كأن هذا وقت طويل ولكن لم يكفي، لأننا كنا نتطرق إلى مواضيع ومسائل كثيرة تحتاج إلى المزيد من النقاش. بالنسبة لما تعلمته هو ضرورة التعاون. وميليسا، أود أن أعود إلى ما قال، لا ننتهي من التحدث ولكن ونبدأ بالعمل، لأن هناك 3.5 مليار شخص في العالم ينتظرون عملنا. وكما قلنا لن يكفي عدد المعلمين وعدد الأطباء وعدد الممرضات والممرضين، وبهذا السبب الاتصال بالإنترنت يشكل فرصة كبيرة للعالم لمواجهة تحدي من التحديات الرئيسية في العالم. هناك أيضا كثير من عدم التنظيم والتقييد، ميليسا ذكرت ذلك، لابد من العمل على استخدام الإنترنت لأغراض إيجابية. والإنترنت ليس أداة بذاتها ولكن هذا أداة في أيدينا، أيدي البشرية، وأعتقد عندنا الواجب للعمل، وهذا أيضا بناء على عملنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أولا أود أن أشكر MIG للدعوة لنا، هذا كان شرف كبير لي، وشكرا ميغيل أمير، شكرا على إتاحة الفرصة للحضور، وأشكر أيضا من كتب هذا السبتايتلز، وأيضا الجميع الذين تابعوا الحوار من خارج برلين، وأشكر أيضا المشاركين في المناقشة، وكان فعلا شيء ممتاز جدا أن أدير هذه المناقشة معكم، وأتطلع إلى المزيد من التعاون معكم لأن أمامنا كثير من العمل. وشكرا جزيلا، شكرا أيضا دورين لك، ألف شكر وإلى اللقاء.